داود الله يبارك الله ينفع بك شيخ متعب الله يحسن إليك. والله حنا يعني مستمتعين حتى ما شاء الله يعني الأخوة الزملاء في الكنترول دخلوا علينا ما شاء الله يعني من محبتهم لفضيلتكم الله يجزيكم عنا كل خير. شيخنا الكريم في هذه الدقائق لو تحدثنا عن فضل الأضحية بما أن بكرة هو يوم النحر لو حدثتمونا عن فضلها وأهميتها ووقتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الحديث عن الأضحية حديث ذو شجون. الله. لماذا؟ لأن في أساس التشريع الأضحية فيه قصة عظيمة لإبراهيم مع فلذة كبده وثمرة قلبه إسماعيل. يا سلام. حينما رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء حق. الله أكبر. ما هب صحيح. غير قابلة للأحلام لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء. صحيح. في المنام. قال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من يتحمل السكين في حلقه ورقبته وحز رأسه وفصل رأسه ومجافاته عن عاتقه من؟ إنهم الأنبياء والرسل. يا سلام. الأعظم استجابة. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ولا تردد ولا ثانية ولا جزء من الثانية أسلمت. أول ما عرض عليه الله استجاب. الآن الله يعرض عليه في إحدى الامتحانات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن خرج ناجح بالامتياز ومرتبات الشرف العليا الذي تصل إلى الفردوس الأعلى. أخذ السكين وأخذ ابنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص أن صدقت الرؤيا استجبت لربك وعظمت أمره أعفينك ففديناه إيش بذبح عظيم. إيش هذا الذبح؟ يقول المفسرون ومنهم ابن عباس كبش رعى في الجنة 40 خريفا 40 سنة وهو إيش يرعى. فيا من تستغلي وتستكثر قيمة الأضحية في ظل بعض الغلاء النسبي للأضاحي هذا العام. أما علمت أن إبراهيم جاد بابنه إسماعيل؟ يا الله يا الله يا الله. أما علمت أن إبراهيم وهذا ليس بالمزح وليس يعني الأمر الجد حتى يذكر طبعا في قصص إسرائيلية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أنه قال يا بني أحب إلي أن تجعل عينيك إلى الأرض حتى لا تقع عيني على عينيك فأرد أمر الله. قال انظر إلى الأرض حتى إذا مررت السكين أمضيها. فناداه من أعلى السماوات ومن فوق العرش وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فالشاهد هذا الذي جاد بابنه ماذا عساك لو تليت ب لا وحيد وعلى كبر أوتي يا الله يعني رزق هذا الابن على كبر. وأرجو من أحبتي وإخوتي وأمة الإسلام الذي ينتهي إليهم صوتي وندائي أن لا يستكثروا قيمة لعبادة جليلة وهي نهر الدماء لأنه ما تقر إلى الله يوم النحر بأفضل من إراقة دم. يا سلام. نعم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم وأجل سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. وهذا أيضا من تعظيم شعائر الله. طبعا جاء في بعض الروايات ثمينين بالروايات بمجموعها وقيل بكبشين أملحين الأملح والأبيض. يا
يا سلام. وجاء في حديث عفراء عند الله، يعني أضحية عفراء خير عند الله من سوداويين. عاد والله ما ودنا حنا نرخص الخراف النجدية لأننا عزيزة على قلوبنا، لكن الحديث هذا قد يكون في سنده شيء. قد شيخ قبل نتواصل معك إن شاء الله، معنا اتصال من المشاعر. نعم، الدكتور سعد الجهني.